Zelf leeft ze nog, maar haar familie heeft een hoge prijs betaald. Mama, ik heb het romaad en ik heb het harik. Ja, ik heb het in 2013 صار يتفجروا على المنزل. حطوا عبوات وقف قلب ابويا بيها لاخويا احمد. بعدين قتلوا اخويا احمد. بعدين صار الاحتلال. قتلوا ابو شيماء بعبوة تدري بيه. بعدين بالتعرض على الشرقاط قتل عصام بن حماية اللي انا متبنيته ومربيته. يعني العدد 10.